بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من حكم الله سبحانه وتعالى في كونه أنه فاضل بين الأزمنة، وفاضل بين الأمكنة، وفاضل بين البشر، كما فاضل سبحانه بين الملائكة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن شرع لنا صوم رمضان. كل عام ونحن جميعا بخير، كل عام ومصرنا الحبيبة تنعم بالأمن والأمان تحت تلك القيادة الرشيدة. من حكم الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان أنه يكون مطهرا للنفس. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أصبحت الغاية من الصيام هي تقوى الله سبحانه وتعالى، فتقوى الله تكون بتقوى القلوب أولا، ثم بخشية الله سبحانه وتعالى، وأن يجدك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. يقول الشافعي أن العبادات معللة بمصالح العباد. فما هي مصلحة العبد من الصيام؟ مصلحة العبد هي طهر النفس وخشوع القلب وكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي أول ليلة من رمضان ينادي مناد من قبل المولى سبحانه وتعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وتنادي الجنة وتتزين من العام إلى العام، وتقول في أول ليلة من رمضان: يا رب اجعل لي من عبادك سكانا في هذا الشهر. هذا هو الهدف الحقيقي من رمضان، هذه هي المصلحة التي يحصل عليها العبد. فالعبد في رمضان بين رحمة الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من دعا وهو صائم غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو شهر الرحمة وشهر المغفرة. أما بالنسبة لي كواعظة، فعلي أن أصحح الكثير من المفاهيم التي تقع فيها المرأة أثناء فترة الصيام، وهذا واجب يقع على عاتقي من خلال تصحيح الكثير من المفاهيم التي تتعلق بالصوم. فإذا كانت المساجد قد علقت، فعلينا أن نتحاور مع بعضنا لبعض خلال السوشيال ميديا، خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فأنا دائما وأبدا أقوم بحلقات معينة من خلال الكونفرنس كول أو على الزوم لأتابع أخواتي وأشبع هذا الظمأ العاطفي والظمأ الذي تشعر به بعض الصائمات في الكثير من الأسئلة التي تعن لها في شهر رمضان. فحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا وأن بلغنا هذا الشهر الفضيل، وكل عام ونحن جميعا بخير.